وزيادة في الرواتب لاهين، لكن لما تأتي على هذا الحديث تعال في موت في حساب في جنة في نار، شو اللي يصير؟ يصحى الإنسان، اصحى اعمل لآخرتك، اعمل لآخرتك حتى تحب لقاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا الإنسان سبحانه ترك الآخرة كما قيل لأحد الصالحين، يا إمام لماذا نكره الموت؟ إمام نخاف من الموت وما نبي نموت. قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. الدنيا مضبط أمورك، بيت زاوية ولا راس ثلاث أدوار وسدام على كيفك البيت والأسانسير والحديقة والسيارة وسيارة ثانية، ممكن عندك شقة بتركيا ولا ما أدري وين بالبوسنة الحين هابين فيها زين، والآخرة ما في شيء، ما في سبحان الله وبحمده، ما في لا حول ولا قوة إلا بالله كنز كنوز الجنة، ما في من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله إلا بنى الله له بيت الجنة، ما في هالأشياء هذه، فالآخرة خربانة. فطبيعي إخوان الكرام أن الشخص هذا ما يبي يموت، ليش؟ لأن في الدنيا لذة وفي الآخرة خراب. أما الإنسان اللي عنده ما يسره في الدنيا، ما أقول واحد يضيع أمر الدنيا، لا، يكون عنده ما يسره، عنده المسكن الطيب والمرأة الصالحة والمركب الهني الواسع طيب، لكن عمر الآخرة بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عنده لا حول ولا قوة إلا بالله، عنده الحمد لله تملأ الميزان، عنده بناء المساجد ولا بالمشاركة، يعني مو شرط بناء مسجد كامل، لا، مشاركة بدنانير قليلة، وهذا الإنسان سيحب لقاء الله ثم يحب الله لقاءه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الذين يحبون لقاء الله ويحب لقاءنا. جزاكم الله خير.